نشرة التاسعة من قناة الدنيا. السلام عليكم. استشهد وأصيب العشرات من المواطنين إثر سقوط قذائف هاو أطلقها إرهابيون على منطقة العمارة بدمشق. وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق أنه استشهد 6 مواطنين وأصيب أكثر من 40 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة إثر سقوط عدد من قذائف الهاو على منازل الأهالي في محيط جامع الفاروق وشارع النحلاوي بمنطقة العمارة بدمشق. وأشار المصدر إلى أن الاعتداء الإرهابي على حي العمارة السكني ألحق أضرارا كبيرة في منازل الأهالي وممتلكاتهم. الله يرحم شهداء سوريا كلها ويرحم ابني معهم. خلال ميزان أول رقد ابني مشان ينقذ الناس. كان مش بنت بده ينقذها من اجته قضيبة ثانية في رقبته روحته. عمره 18 سنة. بلك بالأرض وما وياها. الثانية هو عم ينقذها للطفلة عم يجيب القصيفة الثانية برابته لوحده والبنت. يعني العالم طالعة من الجامعة هلا نزلت أول وحدة هون، إجت العالم رقدت طالعة من الجامعة رقدت، قام إجت الثانية عليه هون اللي راحوا أطفال وشباب صغار كلياتها يعني. شظية برقبتي و14 قطبة بإيدي. طلع صوت قوي كثير وأنا بالأرض أنا وأبي وجوز خالتي. وجارنا كمان مصاب بخاسرته ومختر هلا بالمستشفى بالمجتهد. عالم تطلع من الجوامع متجمعين بيعملوا هالشغلات هي مشان يروحوا اكبر عدد من المدنيه اللي مالهم شغل نهائيا. طالع من الجامع مصلي وجاي لهون ياخذ مسبحه وفول. اجت القصيفه روحت ولا تركنا المستشفى المجتهد. الله يخلصنا من كل ارهابي يا رب بجاه الشهر الفضيل. عم تتيتم نساء ورجال واطفال وشباب. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.